أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الأميرة والفرس العجوز، وهي من القصص الخيالية المشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. ضاق ملك الثعابين ذات يوم بحياة الغابة، وأخذت به رغبة طاغية في الزواج من إحدى بنات البشر، وكان يستطيع الذهاب إلى المدينة وأن يتزوج من أي فتاة يريد، غير أنه كان يعتبر نفسه ملك الغابة، فأبى إلا أن يبحث عن أجمل الفتيات. وإذ سأل عن العروس التي تتفق معه، لقد عرف أن خير الفتيات هي الأميرة، كبرى بنات ملك الغرب وأقربهن إلى قلبه الكبير. وقرر ملك الثعابين أن يستعمل القوة التي منحت له للوصول إلى مطلبه، واختفى تحت ظلال شجرة معينة يعرفها في الغابة، وأخذ يبتلع إحدى ورقات الشجر، فاستحال في الحال إلى أمير شاب جميل يرتدي أفخر الثياب، وبالقرب منه جواد رائع وسيم. شيء واحد كان يستطيع أن يكشف حقيقة الأمير الشاب، هو ذلك البريق العجيب الذي يشع من عيني الأمير الشاب، فقد احتفظ بنظرات الثعبان كما احتفظ بأعمق غرائزه. وانطلق الأمير الشاب إلى القصر وهو يحدث نفسه بأن جماله ووسمته جديران بأن يسلبا عقل الأميرة، حتى ولو كانت جامدة القلب عسيرة المنال. غير أن هذه الأميرة لم تكن عسيرة المنال قط، فطالما تمنت أن تتزوج حتى تترك بلاط أبيها الذي يعامل بناته كأنهن سجينات بين حوائط القصر الذي لا يدخله شاب قط، ولذلك فإنها لم تكد ترى الأمير حتى غمرتها السعادة، وأحست كأن أحلامها قد بلغت منتهاها. ولقد عرف الأمير كيف يستميل قلوب أهل القصر جميعا، حتى الملك الذي اشتهر بجفائه وغلظته، عرف الأمير كيف يتكلم معه برزانة وجد، جذباه إليه وحبباه فيه، في حين كان مع الأميرة نفسها يرقص ويغني ويصنع كل ما يستهوي قلوب الفتيات. ورحبت الأميرة بالزفاف إلى الأمير، وما اهتمت قط باعتراضات أمها التي أخذت تحاول أن تقنعها بالتروي في قبول الزواج من أمير مجهول لا يعرف أحد عن مملكته أي شيء، فقد كانت وسائل الإقناع التي أخذ يصبها في أذنيها تطغى دائما على كل ما تسوقه أمها من حجج، حتى تم الاحتفال بالزواج. وبينما الأميرة تستعد للانطلاق مع زوجها إلى مملكته البعيدة، دعتها أمها إليها وقبلتها ثم قالت لها: لكم تمنيت يا ابنتي ذلك اليوم، غير أني أعجب للأمير الذي يرفض أن يكون بصحبتك أي فتاة من وصيفاتك أو ضابط من حراسك المخلصين، إنه يرفض أن يصطحبك أحد قط، حتى الحلي والذهب والمال والقطعان الكثيرة التي أصبحت لك يوم زفافك، كل هذه الأشياء لا يريد الأمير أن يأخذها، ويقول إنك لن تكوني في حاجة إليها أبدا. وكان الملك قد جاء في تلك اللحظة، فأخذ يهدئ من روع زوجته وهو يقول: ليس للأمير حاجة بكل هذه الأشياء، ففي مملكته الكثير مما نستطيع إعطاءها وأفضل. غير أن الشك بدأ يتسرب إلى قلب هذه الأميرة، واستبد بها قلق مجهول، فأخذت تراجع عقلها وعواطفها وتتمنى لو تستطيع أن تنكث العهد. وبينما الدوامة تدور في أعماقها، دخل الأمير في ضجة لم تترك لها مجانا للتفكير، إذ اندفع إليها
فحملها بين ذراعيه وأبعدها في سرعة غريبة عن أمها التي أسرعت خلفها، وأخذت تتوسل إلى الأمير أن يسمح لعروسه بأن تأخذ معها أي شيء يذكرها بأهلها وبلادها. وعرض الملك أن يعطيها أحد جياده ليكون مطيتها في السفر، ويكون مطية لها في نزهاتها وصيدها عندما تبلغ بلاد زوجها الحبيب. ولم يجد الأمير وسيلة لرفض هذه الهدية، وانطلقت الأميرة إلى الإسطبل تتخير جوادا من بين الجياد. كانت الجياد كلها جميلة رائعة، وإذ حيرها الاختيار قررت أن تجري قرعة بينها، فأمسكت بمخلات وأخذت تحركها يمينا ويسارا، وقد قررت أن تختار أول من يتقدم من جياد هذه الحظيرة. ولم تكد الأميرة تحرك المخلات حتى انطلقت إليها فرس عجوز، وهزت الأميرة كتفيها وقررت أن تعيد القرعة، غير أن أمها اعترضتها وهي تقول: كلا يا ابنتي، عليك أن تقبلي هذه القرعة، وإن الإعادة مكروهة في العادة. قالت الأميرة: ولكنها قبيحة المنظر، تستك ركبتاها عند كل خطوة تخطوها، وحتى فمها تنقصه الأسنان، فلا تصلح أبدا أن تكون مطية ملكية. قالت الأم: لا تغتري بالظواهر، وتأكدي أن القدر يحسن الاختيار. وأذعنت الأميرة وقبلت بهذه الفرس العجوز. وكان وقت السفر قد حان، واقتيدت الفرس بعد أن وضع عليها سرج من القطيف الموشى بالذهب، واقترب الأمير ليساعد عروسه على الركوب. وهنا في تلك اللحظة بالذات أشفلت الفرس ونفرت نفورا شديدا، كادت الأميرة معه أن تسقط على الأرض، وملأ التشاؤم كل أهل القصر، وأحس الأمير قلقا خفيا يجعله يطلب استبدال الفرس، غير أن الملكة التي كانت تكره التغيير أقنعته بأن الفرس ظلت حبيسة في الحظيرة زمنا طويلا، مما جعلها تجمح عند خروجها أول مرة بعد كل ذلك الزمن الطويل. وركبت الأميرة فرسها، وامتطى الأمير جواده، وانطلقا معا في سرعة مرعبة كعصار يتوارى في غياهب المجهول. وظل الأمير وعروسه ينهبان الأرض طيلة اليوم، حتى بلغا آخر الأمر حدود الغاب الكبير الذي يبدو من مملكة الجنوب، خطى قائما في الأفق لا حد له، وطلب الأمير من عروسه أن تنتظره حتى يعود، ثم انطلق بين الأشجار لينفرد بنفسه ويعود سيرته الأولى ثعبانا هائلا كبيرا. وشعرت الأميرة فجأة بالفرس ترتعش تحتها، فربتت بكفها في حنو على رقبتها وهي تقول وكأنها تخاطبها: ماذا دهاك أيتها الفرس العزيزة؟ إنك تنضحين عرقا باردا غزيرا، فهل يكون طول الطريق قد أعياك وأجهدك؟ ومع ذلك فما أسعدني باصطحابك، فقد بذلت من الجهد خلال ذلك الطريق الطويل ما لم أكن أتصور أن تبذليه، ولقد غرتني الظواهر من قبل حتى ظننتك تعجزين عن المسير. ألا ما كان أصدق أمي وهي تطلب مني ألا أغتر بالظواهر. وفوجئت الأميرة بالفرس العجوز تجيبها في صوت رقيق وحزين: إن هذا مع الأسف ما صنعته وتصنعينه الآن إذ تسيرين مع ذلك الأمير، لقد خدعك بمظهره، فلم تعرفي أيتها المسكينة أنك تزوجت وحشا ضاريا، إنه ثعبان ضخم، تنين هائل، استطاع بمهارته السحرية أن يتحول بشرا ليخدعك فتتزوجيه. وندت عن الأميرة صرخة هائلة يملأها الرعب، وهتفت وقالت: ثعبان؟ تنين؟ ماذا تقولين؟ وهزت الفرس رأسها وهي تقول: أجل يا ابنتي، لقد وقعت في مصيدة مجرم محتال لن يرحمك أبدا. وهتفت الفتاة: كيف السبيل الآن إلى الفرار والعودة إلى أهلي؟ رحماك أيتها الفرس الصالحة، أعيديني إلى قصر أبي بأسرع مما يبرق البرق قبل أن يعود هذا التنين فيجري بي إلى أعماق الغاب. وانطلق من بين شفتي الفرس صوت ساخر: وكيف أستطيع أن أسرع بك وقد قلت عني من قبل إنني قبيحة المنظر،
تستق ركبتاي حتى لأعجز عن الجري. وبكت الأميرة وهي تتوسل وتستعطف وتقول: لا، لا تلوميني أيتها الفرس العزيزة. وأشفقت الفرس العجوز على الأميرة الباكية، واستعدت للهرب بها بعيدا عن موطن هذا الثعبان الهائل، غير أنها قبل أن تمضي طلبت من الأميرة أن تقبض بشدة على عرفها فلا تتركه أبدا، ونبهتها ألا تلكز جنبها بالمهماز حتى ولو كان هذا الثعبان بسبيل أن يلحق بهما، لأنها لو فعلت فستطير بها في الهواء إلى حيث المجهول. وصرخت الأميرة تستحثها: أسرعي إذن، أسرعي، إنه قادم، ألا تسمعين؟ وكان الثعبان الهائل قد خرج في تلك اللحظة من بين شجرات الغاب، وأسرعت الفرس تسابق الريح وحوافرها لا تكاد تمس الأرض، غير أن هذا الثعبان كان أسرع من الفرس في اجتياز الحقول، وكان لسانه يمتد في فحيح كالرعد، وعيناه ترسلان الشرر وتومضان في غضب عنيف مجنون. وصاحت الأميرة وقد أذهلها الرعب: سيدركنا، إنه يقترب منا. ولم يكن لدى الفرس من الوقت ما تضيعه في تشجيع الأميرة الصغيرة، بل أخذت تزيد من سرعتها وتجتاز من الطريق في ساعة ما يستغرق في يوم كامل، وظلت منطلقة في سرعتها المذهلة حتى بدت لها من بعيد مملكة الغرب وراء نطاق من الظلال. وعرفت الأميرة أنه لم يعد أمامها للوصول أكثر من ساعة، وفجأة شعرت الأميرة بلفحة ساخنة كالنار فوق رأسها، فقد كان هذا الثعبان الهائل يتقدم في سرعة ويهبط فوق رأسها ليختطفها. وأحنت الأميرة المسكينة رأسها وهي تصرخ في رعب وفزع، وفي خلال الرعب نسيت نصيحة الفرس ولكزتها بالمهماز في جنبيها بقسوة وعنف، وأحدث صرير المهماز في جلد الفرس دويا يشبه قصف الرعد. وفي لحظة كانت الفرس ترتفع في الهواء وتخترق السحب وكأنها تسبح في لج من الأمواج، وأغمي على هذه الأميرة، فلم تشعر الصدمة الهائلة التي اصطدمتها الفرس بالسماء ولا بالهبوط السريع الذي هبطته نحو الأرض، غير أنها عندما أفاقت وأطلت حولها لم تجد غير حقول خضراء واسعة تحيط بها من كل جانب لا تشبه من قريب أو بعيد مملكة أبيها الحبيب. ونظرت أمامها ولكن شيئا من سطوح العاصمة لم يبدو لها قط، فما كان هناك شيء مألوف يحيط بها على الإطلاق، كل شيء بارد غريب غارق في المجهول. وأحنت الأميرة رأسها تستنجد بفرسها العجوز، غير أن الفرس كانت هي الأخرى قد انغرست بقوائمها الأربعة في الأرض لعنف الصدمة، وكانت عيناها تنفذان شررا. وخاطبتها الفرس وهي تقول في قسوة: لماذا فعلت ذلك؟ أما أنذرتك ألا تلكزيني بالمهماز مهما بلغ بك الأمر؟ وبكت الأميرة ولم تعرف كيف تجيب، واستمر بكاؤها صاخبا هادرا حتى رقى لها قلب الفرس واختفى من عينيها الشرر المجنون. وأطلت الفرس في حزن إلى الأميرة الباكية وهي تقول: كفي عن البكاء الآن يا ابنتي، فهو لن يجديك نفعا، وأولى بك أن تنهضي فتنظري ما يحيط بنا لندرك أين نحن وكيف يمكن أن نعالج أمرنا. وتنفست الأميرة الصعداء وترجلت من فوق ظهر الفرس وراحت تخطو في حذر وهي تطل أمامها، ثم توقفت فجأة وقد رأت في مواجهتها بضعة أكواخ ضئيلة قصيرة لا نوافذ لها على الإطلاق. وأخذت الأميرة تجول بعينيها وتدير بصرها في كل مكان، فأخذ بها العجب ألا ترى أحدا من السكان، وازداد عجبها وارتعشت عندما سك أذنيها فجأة صوت رقيق ضئيل يسأل: من هذا الذي هناك؟ وأجابت الأميرة في رشفتها وهي تحاول معرفة مصدر هذا الصوت: أنا أميرة تائهة في ذلك المجهول بعيدا عن بلدي وأهلي، أطلب مأوى وغذاء لي ولرفيقة العجوز. وسمعت الصوت يقول: ومن هي رفيقتك تلك؟ أجابت الأميرة:
هي فرسي، أرادت أن تنقذني من بلاء أحاط بي فحملتني إلى هذا المكان. قال الصوت: كان أولى بها ألا تأتي بك إلى هنا، فحاكم هذا البلد ملك يخشى النساء ويكرههن ويأمر بقتل كل أجنبية تطأ أرضه، وأنت بمجيئك هنا إنما تتعرضين لموت محقق رهيب. وصرخت الأميرة شاحبة: الموت؟ أين يمكن إذن أن أختبئ؟ ماذا جئت أبتغي في هذا المكان؟ وفي هذه اللحظة سمعت صهيل الفرس، فانتبهت وسمعتها تسألها عمن تحدثها، فقالت: لست أدري، إنني أسمع صوتا ولا أرى أحدا. تعالي أيتها الفرس نخرج من تلك الأدغال المخيفة هاربين من المصير المجهول. وأجبتها الفرس: إنني لا أستطيع أن أتحرك كما تعلمين، لقد غرقت في الأرض بقوى سحرية ولن أستطيع أن أتخلص منه أبدا، إن لكزة مهمازك أثارت في جسدي قوة مجهولة وساقتني إلى حيث لا أدري. فقاطعتها الأميرة قائلة: قولي، ماذا يجب أن أفعل لأمنع هذا السحر الذي شل هذه الحركة؟ لقد أحسنت إلي فيما مضى، فلسوف أبذل حياتي لأعيد إليك حريتك. وقالت الفرس في بطء: لكي أفلت من السحر يجب أن تقتلي أمك. وشحب وجه الأميرة، ومضت بالإثنتين فترة من السكون المخيف قطعها الصوت الخافت الضئيل، وهو يقول من جديد: لا تبكي أيتها الفتاة، فنحن نستطيع أن نساعدك. وتلفتت الأميرة والفرس إلى مصدر الصوت، لم يكن هناك شيء قط غير أن الفرس صاحت بعد لحظات: لقد رأيتك، إنك لست كبيرا، هل أنت زعيم قومك؟ قال هذا الصوت: أجل، إذن فأنت تستطيع مساعدتي في حماية هذه الفتاة، فأنا الآن عاجزة عن الحركة بفعل السحر ولا أقوى على إرشادها إلى حيث الأمان. وأجاب الصوت: لقد فرغت من العمل بعد أن بنيت بيتي، وسأرعى الفتاة وأتعهدها وأظل معها في كل خطواتها وأجيئك بأخبارها، غير أن أول ما يجب أن تفعله هو أن تصبح فتى ذكرا. وصاحت الفتاة وهي تحاول جاهد العثور على محدثها، قالت: فتى، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ قال الصوت: سأحضر لك ثوب فتى صنعناه من أجلك منذ رأيناك تهبطين هذا المكان، إنني هنا وإخوتي بناؤون ماهرون، فالديدان والعناكب والنمل تشتغل والثوب على وشك الإنجاز. وما كاد المجهول ينتهي من كلامه حتى لمحت الأميرة ثوبا من الأطلس الفاخر يتقدم على الأرض في بطء كبير، وحملقت الأميرة غير مصدقة، فبدا لها كأن الأرض تتحرك من تحت الثوب، غير أن الأرض في الحقيقة لم تكن تمشي، بل كان هناك جيش كثيف من النمل يحمل الثوب ويقترب به من الفتاة حتى استقر أمامها. وانحنت هذه الفتاة فارتدت الثوب وبدت فيه شابا وسيما رائعا بارع القسمات. وقالت الأميرة: كم أنا عاجزة عن الشكر لكم، ولكني لا أستطيع الذهاب وصديقة الفرس حبيسة هنا لا تعرف كيف تتحرك ولا تجد ما يقيها المطر والريح. وعاد الصوت يحدثها: لا تنزعجي، فسيعمل أصدقاؤنا على إقامة بيت حول صديقتك الفرس، هيا إلى العمل يا إخوتي. وفي لحظات كانت الأرض تنشق وتتفتح وترتفع منها جنبات تحيط بالفرس حتى أصبح حولها حائط متين. وهتفت الأميرة وهي تصفق في مرح: عرفت من أنت، أنت نملة كبيرة. قالت النملة وهي تشثم على قدم الفتاة: أصبت، وبما أننا قد اطمأننا على ملجأ الفرس فينبغي أن تمثلي أمام الملك في زي رجل، لعلك تجدين وسيلة للعودة إلى الوطن. وعانقت الأميرة صديقتها الفرس وتعلقت النملة بحذاء الفتاة وانطلقتا معا في الطريق إلى قصر الملك. ولم يكن الطريق سهلا، ولعل ما زاد من صعوبته لدى الفتاة أن هياكل عظمية كثيرة كانت مبعثرة هنا وهناك تحكي
كيف بذلت النساء الأجنبيات حياتهن مقابل سفرهن المشؤوم. وبلغت الأميرة القصر وأحاط بها الحراس وراحوا يرهقونها بالأسئلة، غير أن النملة هيأت لهذه الفتاة الأجوبة المناسبة لأسئلتهم في كل مرة، فكانت تلقيها إليهم في براعة وثقة واتزان، وقادوها وهي في ثوب الأمير لتقف بين يدي الملك. وكان الملك رجلا ضخما كعملاق، صاخب الصوت قاسي القلب، قال لها وهو يضع يده فوق كتفها: من حسن الطالع أيها الفتى الغريب أنك لست امرأة، فأهلا بك في مملكتي، ولكن ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وبدأت الأميرة وقد أكسبت صوتها خشونة الرجال تلفق قصة طويلة حول الصيد وضلال الطريق، ولكن الملك لم يكد يعرف أن الأمير يتقن الصيد حتى ملأته الفرحة، فقد كان يبحث عبثا عن رفيق لرحلات الصيد فوجده في ذلك الشاب الغريب، وقرر أن يجعل إقامته في بيت لا يفصله عن البلاط الملكي سوى باب قصير. وكان البيت الذي أعد لهذا الفتى أو للأميرة قريبا جدا من جناح الحريم، حيث تعيش نساء الملك وبناته في حراسة صوما العجوز عمة الملك. وفي الحق أن صوما تلك كانت أجدر النساء بمنصب الحارس، فقد كانت بالغة القبح والدمامة لا تعرف من الحياة كلها سوى الفضول والحقد على الجميع. وحذر ضباط الحرس ضيفهم الشاب من مخاصمة صوما حتى لا تسبب له المتاعب، وأحست النملة قلقا من هذا الجوار المخيف، فنصحت الأميرة بإغلاق الباب الذي يطل على جناح الحريم جيدا حتى تذهب هي إلى الفرس وتسألها النصح. وعندما ذهبت النملة كان الإعياء قد أخذ بهذه الفتاة التي لم تكد تستلقي على الفراش حتى نامت ونسيت الباب مفتوحا. ومضى الليل حتى انتصف، وفتح الباب في بطء وهدوء، وبدا فيه وجه العجوز صوما التي جاءت تتلصص على الشاب الصغير بعد أن غاضها اهتمام الملك به والقرار بأن يجعله رفيق صيده، وشيء آخر دفعها إلى الحضور، فقد أثار شكها صوت الفتى الرقيق والخشونة التي تبدو غريبة مصطنعة. وانحنت صوما تحدق في وجه الفتى مليا، كان الوجه جميلا بأهدابه الطويلة ولونه الأسمر يثير الشك، وعادت صوما تتأمل الوجه جيدا، إنه ليس شابا بل امرأة فاتنة تستتر في ثوب شاب، وأعجبها هذا الاكتشاف، وقررت أن تلعب بالفتاة وتعبث حتى تكشف أمرها في الوقت الذي يحلو لها. وعادت النملة في الوقت الذي كانت صوما تغادر فيه المكان، وأدركت أن العجوزة قد اكتشفت السر، فازدادت قلقا واضطربت، وأيقظت الأميرة لتقص عليها ما كان من أمر العجوز وتنصحها بأن تنهض حالما يطلع النهار وتجتهد في اكتساب صداقة الملك قبل أن تدير العجوز صوما رأسه. وانطلقت الأميرة إلى الملك فما تركته لحظة، وافتتن الملك بأحاديث هذا الفتى وأخذه معه إلى الصيد، حيث كاد الأمر أن يفتضح مرات إذ لم تستطع احتمال الجهد الشاق والجري وراء الغزلان، ومع ذلك فقد انقضى اليوم الأول بسلام. وجاء يوم آخر، وكانت صوما قد انطلقت إلى الملك خلال الليل، وراحت تقول له إن الفتى ضعيف شديد الحاجة إلى التقوية، ونصحته أن يزيد من أعبائه وأن يعوده على الأعمال الشاقة ليصبح رجلا قويا رائعا. وشيء آخر أقنعت الملك بأن يفعله هو أن يأمر هذا الشاب بالاستحمام الكثير في النهر والتدرب على المصارعة مع أطرابه من الشبان. وقد احتملت الفتاة كل المتاعب، وإن كادت تفتضح مرات خلال المصارعة والاستحمام في النهر. ومضى ذلك اليوم أيضا، غير أن الفتاة لم تدر أنها كادت تنكشف تماما آخر اليوم، فعندما استأذنت الملك في الانصراف افترت شفتا العجوز صوما عن ابتسامة ساخرة وهي تهتف بالملك ألا يأذن للفتى، وكاد السر أن ينطلق من بين شفتيها لولا أنها عادت
فكتمت الأمر قبل أن يغادر فمها لتبقيه إلى فرصة أخرى خطرت ببالها، وأسرعت الأميرة عندما أذن لها الملك ودخلت غرفتها وأغلقت من خلفها الباب، ولم تكد تستند إليه في راحة ورضا حتى وجدت العجوزة في وسط الغرفة وغمرها رعب هائل. وبدأت العجوز تتكلم، قالت سوما: لقد استطعت أن أقنع الملك بمصاهرتك، واتفقنا على أن يزوجك كبرى بناته وأن يجعل لك ولاية العهد. وبهتت الأميرة وغمغمت في ذهول: ولكني... وقاطعتها العجوز بابتسامة ساخرة كأنها الشيطان وقالت: أراك لا تشكرني أيها الأمير العزيز، بل تنظر إلي وكأنني الشيطان. أهكذا تقابل من يحمل إليك خبر المصاهرة التي تعتبر هدية رائعة لمثلك؟ لقد أردت أن أخدمك لأنني أشعر نحوك بحب الأم، وعليك أن تعتبرني أمك حقا أيها الأمير، ولا تناديني إلا بأمي. وانهارت الفتاة وأخذت العجوز الشيطانة تعدها بأن الغد سيكون أعظم أيام الأمير الشاب. وما إن تركت صوم الأميرة حتى انكبت هذه تبكي وقد فقدت كل قدرة على التفكير والإدراك. وسمعت الفتاة صوت النملة تحدثها: لا تنزعجي أيتها الأميرة، فلا يزال أمامنا الوقت الذي تضيعه صوما في كتمان السر من أجل أن تجعل المفاجأة أكثر وقعا لدى الملك إرضاء لنفسها الشريرة. نام الآن في هدوء وثق بي وبأصدقائي الذين يعملون من أجلك. وجاء الغد يحمل أمرا من الملك للأمير بالمثول بين يديه، وعندما وقف الأمير أمام الملك مد الملك يده إليه يباركه وينبئه باختياره وليا للعهد وزوجا لكبرى بنات الملك. واضطربت الأميرة، غير أنها تماسكت وهي تحاول أن تخرج من بين شفتيها ما يعبر عن شكرها للملك. أما هو فقد عز ارتباكها إلى شدة الفرح، إذ سيكون الأمير وليا للعهد. واقتربت العجوز صوما وأخذت بيد الأمير تقوده إلى العروس، وأطلت الأميرة أمامها. لقد كانت العروس قزما حدباء لا تختلف في شيء قط عن عمتها العجوز، حتى في سواد النفس. وتمتمت الأميرة وهي تتراجع أمام المخطوبة الرائعة: ولكني ما زلت صغير. وهتفت صوما وقالت: ستدرك أيها الأمير العزيز فن الزواج عندما يتم الزواج. وانطلقت العجوز في قهقهة قوية صاخبة، وأخذت العروس تضحك هي الأخرى في سرور وفرح، فبدا للأميرة كأنما ضحكات الشيطان تخرج من فوهة الجحيم. وفجأة صرخت العروس وسقطت على الأرض، وبادر إليها الأطباء لإنقاذها، ولكن بغير طائل، فقد ماتت الأميرة مخنوقة. وقال بعض من كان في القاعة إنهم رأوا نملة تخرج من فمها ووقعت على الأرض منسلة إلى حيث لا يدرون، غير أن الباقين نظروا إلى ذلك التعليل على أنه خرافة، في حين قال الأطباء إن الأميرة ماتت من شدة الفرح. وزفرت الأميرة زفرة النجاة، غير أن صوما انطلقت إلى الملك عندما لمحت بريق الفرح في عيني الأمير وهمست إليه: أيها الملك يا ابن أخي، إنها إرادة الله، فلا تحزن ولا ينسينك حزن الساعة عزمك على أن يكون صديقك الأمير وليا لعهدك، ونحتفل بزواجه من ابنتك الثانية. وأحست الأميرة كأنه الطوفان، وبدت كمحكوم عليه بالموت يسمع قرار إعدامه. وانتبهت خلال رعبها إلى صوت النملة تهمس إليها أن تتسلل قرب الباب، فراحت تحرك خطواتها إلى الخلف في بطء لا يكاد يستطيع ملاحظته أحد. وسكتت العجوز فجأة ورفعت سبابتها تأمر بالصمت، وراحت تصغي إلى ضجة خفية أحدثتها أصوات كأنها مناشير دقيقة تقرض شيئا غير معروف. واستمرت الأميرة تتراجع ناحية الباب في بطء، غير أنها اضطرت إلى التوقف عندما صرخ الملك وهو ينهض من مكانه ويهتف: إنه صوت إعصار. وقال آخر من الحاضرين:
إن شيئا ما يريد شق الأرض، وهتف ثالث إنه زلزال يهدم القصر. وفجأة صرخت صوما العجوز: أوقفوا هذه الشيطانة، أوقفوها. وأخذت تجري وهي تمد يدها المعقوفة لتمسك بهذه الفتاة التي كانت في تلك اللحظة تخطو الخطوة الأخيرة لاجتياز باب القاعة. وفي تلك اللحظة صرخ الملك في رعب، كما صرخ كل الحاضرين في القاعة، فقد كانت القاعة كلها تنهار بالجميع. وبرغم ذلك وثبت الأميرة إلى الخارج وراحت تجري في قوة وعنف، والنملة تهديها إلى أسرع الطرق وتجتاز بها الحفر والتلال والقنوات. وعندما ظنت الأميرة أنها قد نجت في الهروب وكادت تقف لاهثة، سمعت من ورائها صوتا ساخرا يضحك ويقهقه. لقد كانت صوما العجوز التي اجتازت الباب في نفس اللحظة التي اجتازته فيها هذه الأميرة. وقبل أن ينهار القصر على من فيه، إذ كان النمل قد قرضت أعمدة القاعة في الوقت المناسب ليتاح للأميرة الهروب، لم تهتم صوما بإنهيار القاعة على من فيها، إذ كان همها أن تنتقم من هذه الفتاة الجميلة التي خدعت الجميع بمظهر الرجال. واستمرت العجوز تجري خلفها وتصيح: لا تسرع يا بني، لماذا تهرب مني أيها الشقي؟ إنني أحبك كثيرا، ولو كنت أنا فتاة أيها الأمير الجميل لما زوجتك بهاتين الأميرتين، بل لأخذتك لنفسي. ألا تريد أن تسمع؟ ألا تريد أن تشكرني أيها الفتى الجميل؟ توقف يا بني، توقف. وكانت الأميرة قد فقدت كل ما بها من قوة وبدأت تنهار، ولم تعد تستطع أن تجري بعد، غير أن النملة راحت تشجعها وتثير فيها القوة وتهتف في أذنها أنه لم يعد سوى خطوات لتصل إلى الفرس وتركبها وتطير. وعادت الأميرة تستجمع ما بقي بها من قوة لتجري حتى بلغت آخر الأمر مربط الفرس، فقفزت فوقها وأمسكت بعرفها واستوت على سرجها في أمل وخوف. ومع ذلك فقد كانت صوما العجوز لا تزال تركض وراءها ويداها المعقوفتان مبسوطتان إلى الأمام، وصاحت بصوت حاد: أيتها الشياطين، أوقفوها، أوقفوا هذا الولد القاسي الهارب من أمه. فقالت الأميرة وهي تهذي في ذعر: إنها تقول إنها أمي. الآن عرفت كيف يفك السحر عن هذه الفرس. أيها النمل، اقتل تلك العجوز وحررنا من سحرها. ولم تكد هذه الأميرة تنتهي من هذه الكلمات المذعورة حتى لمحت جسد العجوز يتساقط وينهار على الأرض، ومن حوله ملايين النمل تقرضها وتنهشها. وبدأ الجسد يتلاشى شيئا فشيئا حتى اختفى. في تلك اللحظة وجدت الفرس قوائمها ترتفع عن الأرض وبدأت تطير في الهواء، ولم يدري أحد كم من الزمن ظلت تطير، لكنها ارتفعت إلى السماء بين السحب. وراحت الأميرة في نوم عميق من شدة التعب، وما إن أفاقت حتى وجدت نفسها في ساحة قصر أبيها والجميع يسرع لملاقاتها. وكم كانت الفرحة كبيرة وحلاوة اللقاء قد بشرتها دموع الفرح التي انهمرت من الجميع. بعد ذلك مسدت الأميرة على وجه الفرس وقبلتها وشكرتها على كل ما فعلته معها، وأمرت سائس الخيل أن يعتني بهذه الفرس وأن يدللها. وما كان من الأميرة أن حدثت والديها عما جرى معها وكيف أن الأمير الوسيم هو ثعبان شرير. وفي النهاية أدركت الأميرة أن عليها ألا تتسرع في اتخاذ القرار، لأنها وإن نجت هذه المرة فلا تعرف ماذا سيحدث في المرة القادمة. وعاشت الأميرة في قصر والديها آمنة مطمئنة تنتظر الزوج المناسب، وإن كان في ثياب فقير معدم. انتهت الحكاية.